ما بعد داعش الإرهابي جاءت مرحلة الاستقلال السياسي والأمني والعسكري والاقتصادي، إذ بدا العراق بحسب المحللين بالنضوج والانفتاح على دول العالم، وأصبح ليس بحاجة لدول تتدخل في شؤونه كما تدخلت أمريكا به بعد الاحتلال وكما تحاول إيران حاليا. ومع هذا النضج على بغداد أن تنفض غبار سنين الاحتلالين الأمريكي والداعشي، وهذه المهمة ليست بالسهلة، فمن أوجد تنظيم داعش الإرهابي لن يتوانى عن إيجاد حركات مماثلة في حال فشل مشروعه. العراق بدأ بالانفتاح والنضوج وليس بحاجة لدولة أخرى، إشارة واضحة لأمريكا جاءت في ندوة حوارية أقامها مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع جامعة كربلاء وتحت شعار مستقبل العلاقات العراقية الأمريكية. هاشم الهاشمي أحد الباحثين المشاركين قال إن الندوة تخصيصية لقراءة مستقبل العلاقات العراقية الأمريكية ما بعد النصر على داعش وفهم استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية تجاه سوريا. أيضا فهم استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية التي انطلقت ليلة أمس باتجاه سوريا وأثرها على العراق، هذه قراءة ينبغي أن تكون من باحثين متخصصين عن طريق مركز الفرات وأيضا جامعة كربلاء التي هي سباقة لجلب الباحثين لهذه القراءة وصناعة توصيات تقدم إلى صاحب القرار في العراق. رئيس قسم الدراسات السياسية في جامعة كربلاء الدكتور حسين السرحان قال إن العلاقات بين البلدين ضرورية وأساسية لما شهدته المرحلة الماضية من تطورات كبيرة وتعاون كبير في حسم ملف الإرهاب. كل الطرفين يدرك أنه هذه العلاقات هي ضرورية وأساسية لما شهدته المرحلة الماضية من تطورات كبيرة وتعاون كبير بين الولايات المتحدة والحكومة العراقية في حسم ملف الإرهاب وحسم ملفات سياسية أخرى. اليوم هنا هذا المستقبل الحقيقة يحدده كثير من الملفات، واحد من هذه الملفات هو موضوع مكافحة الإرهاب. وبحسب الكاتب الصحفي علي طارق فإن المصالح الأمريكية في العراق واسعة وأهدافها متعددة، والمراد منها الحد من نفوذ تنظيم داعش الإرهابي ونفوذ إيران في المنطقة وتحديدا مناطق غربي العراق وشرقي سوريا. الحقيقة المصالح الأمريكية في العراق مصالح واسعة وأهدافها متعددة، لكن المراد منها الحد من نفوذ داعش وكذلك الحد من نفوذ إيران في المنطقة وتحديدا مناطق غرب العراق ومناطق شرق سوريا. ولم تخلو الندوة التي ناقشت موضوع العلاقات الأمريكية العراقية من التركيز على حماية المصالح العراقية العليا في ظل الظرف الراهن ونقد الطبقة السياسية بسبب عدم قدرتها على معالجة الفساد في العراق وانشغال السياسيين بالصراعات على حساب مصلحة الوطن والمواطن. ودعا المشاركون إلى بقاء العراق بعيدا عن محاور الصراع في المنطقة والتي امتدت مظاهره إلى داخل العراق الذي اكتوى شعبه بنار الفتنة الطائفية.